45 مقابل 38 نقطة في نهائيين جمع بينهما أمس بقاعة استاولي، وتعد هذه الكأس هي السابعة للمولودية والثانية تواليا. عقب نهاية اللقاء أبدت لاعبات المولودية سعادتهن بحفاظهن على لقب الكأس. نتابع. بنات التوعي اللي سو سون دوني افون لهنا لو ستاف تاعنا لو ستاف ميديكال لو غارد ماتيريال الحمد لله اون اي لا مالغري كل الصعوبات الحمد لله من هاد الكاسين. واش نقول لكم اللي يعني المباراة تاع اليوم كانت حاسمة خاصة في دقائقها الأخيرة، وين يعني فريق الملاحة يعني مد الكل اللي عنده، ولكن فريق الخبرة وكذلك بعض الفنيات اللي يتميزوا بها اللاعبات قدرنا أنه نصنع الفارق في الدقائق الأخيرة. الحمد لله استطعنا أنه نظفر باللقبين، لقب البطولة ولقب الكأس، وهذا ما هو إلا ثمار عمل وجهد، ويعني والحمد لله نشكر المولى عز وجل على يعني على هذا على هذه النعمه اون فاديغ سي جو بو بيرميتر. الوغ بما يخص اليوم من النهائي كان نهائي كيش يقولوا متوازن يعني ايكيليبري، لجوج فرق كانوا داروا يعني المجهودات كبيره باش يفوزوا بالمقابله. الكاس اليوم اختارت مولوديه الجزائر يستهلوها، مبروك عليهم، ونقول ثاني اعطيهم الصحه البنات تاعنا ليكيب ديريجونت اللي داروا فينا الثقه ولحقونا لهذا الشيء، ونقول مالغري لو مونك دو مويا ما كانش الامكانيات ونقص القاعات باش التدريب وهكذا، وخلصنا السنه هذه الثالثه في المرتبه الثالثه فيما يخص البطوله، والنهائي كاس الجزائر هنيئا لكل الفرق.